بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين وحلقه جديده وبرنامجكم الملعب عبر سي بي سي 2. ها قبل ما ابدا بقول لاعبي منتخب الكاراتيه اللي كانوا في مباراه في بطوله افريقيا او كانوا في بطوله افريقيا والطائره هبطت بهم اضطراريا في مالي، ربنا ستر وسلم الحمد لله والشكر لله. بعد شويه هيكون معانا التفاصيل، لكن البعثه بسلام وبخير الحمد لله، ما فيش ادنى مشكله، ما فيش اهم من صحه اولادنا ومن صحه اخواتنا، ودول وفد مصري مهم جدا كان في بطوله افريقيا للكاراتيه وفازوا بيها بسم الله ما شاء الله. ولكن ستر الله عز وجل، طياره حصل عطل في احد المحركات هبط اضطراريا بسلام وامن، وما زال بقى البحث عن طائره اخرى عشان تقول لهم احتمال يتاخروا شويه، مش مشكله، المهم ان هم بسلام وامان باذن الله عز وجل. خليني اقول لكم النهارده الموضوع الرئيسي بتاعنا هيبقى شكله عامل ازاي. موضوع الرئيس بتاعنا هيبقى الامن الرياضي، قصة الامن الرياضي. وموضوع الامن الرياضي ده موضوع مهم جدا، واضح انه متأخر عندنا في مصر. كنا من اوائل الدول اللي طبقنا الامن الرياضي، كنا من اوائل الدول اللي كان عندنا المدرجات هادئة امنة محترمة، كنا من اوائل الدول الناس كانت تضرب بيها المثل. الان احنا اصبحنا مشكلة ما بعدها مشكلة. مشكلة الامن الرياضي هنطرح النهاردة حلول كالعادة، يعني احنا دايما بنطرح المشكلة وبنطرح حلول وهنطرح تصور وهنقول ازاي الامن الرياضي، ازاي الملاعب بتتامن، القصه عامله ازاي، وهنعمل مقارنه ما بين مصر دلوقتي ومصر زمان، وهنعمل مقارنه بين مصر وبعض الدول العربيه، وهنعمل مقارنه بين مصر وبعض الدول الاوروبيه او دول العالم، وكمان هنقول البطولات اللي احنا نظمناها نجحت ليه والدنيا مشيت فيها بشكل جيد ليه. ده موضوع مهم جدا، وهتلقى تليفوناتكم وهتلقى رسائلكم عليه باذن الله عز وجل. نبارك للرئيس مرتضى، ده عنواننا الاول، مرتضى منصور. واضح انه المر، والمر مش سهل انه يتبلع، يعني قالوا ان خلاص السنه اللي فاتت وما فيش مشكله وانه هو خلاص هيمشي والموضوع بالنسبه له اتحسم، لكنه مرتضى هو رئيس لجنه الانديه بالتزكيه في حضور رئيس الاهلي وحضور رئيس كل الانديه، رئيسا للجنه الانديه بالتزكيه. والمهندس شريف حبيب اللي كان هيرشح نفسه قدامه ما دخلش اصلا عضوية لجنة الأندية اللي تكونت من 11 نادي، يكون معنا متابعة مع الزميل ماجد غراب لهذا الموضوع. أيضا هيكون معنا كلام للمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، يختص زميل ماجد غراب ببعض التصريحات. سواريز بيظهر لأول مرة في الملاعب. انتوا عارفين كان الاتحاد الدولي كان منعه من الظهور، منعه من التدريب، منعه من ارتياد الملاعب تماما، لكنه سواريز ظهر في الملعب، تم تقديمه لوسائل الاعلام، ثم تم تقديمه من خلال المباراه الوديه اللي جمعته مع فريق مكسيك وانتهت بالسداسيه. لعب حوالي ربع ساعه لكنه كان سعيد جدا واتكلم وعمل مؤتمر صحفي. النهارده معانا فقرات كثيره عن سواريز. نجمنا النهارده في الملعب وضيفنا النهارده في الملعب هو محمود فتح الله، هو ضيف في الملعب النهارده، ومحمود هيتكلم بامانه وبصراحه وبوضوح عن مشواره مع المحلة، مشواره مع الزمالك، مشواره مع المنتخب، توقعاته لنادي لتجربته مع نادي طلائع الجيش. ده باختصار كده هيكون العناوين الرئيسية اللي موجودة عندنا النهاردة في الحلقة. عايز اقول لكم كمان معانا فقرة لطيفة جدا لواحد بيتحدى الجاذبية، بيعمل حاجات مش طبيعية. هو بيلبس كل شوية فانيلا لأحد المنتخبات، وبعدين يوم جاي لاعب بيعمل حاجات اللي هي الخارقة. هو مش بتاع كورة لكن هو بتاع مزاج، فعامل شكل محترم وعامل شغل هيعجبكم يعني بشكل حلو، رغم ان الفترة طويلة او الفقرة طويلة شوية، لكن قررت انها تبقى موجودة بالكامل معاكم، لانه الحاجات دي حاجات مهمة وحاجات لذيذة تخلي كل واحد فينا، تشجع كل واحد فينا على الابتكار، كل واحد فينا يبقى عنده ابداع، يبقى عنده يفكر في حاجة ممكن ينجح فيها وممكن يؤدي فيها بشكل جيد. كتير جدا كلمونا عفوا بيطالبونا باستضافه حبيبه محمد بطله العالم في الاسكواش للناشئات. انا بقول لهم هي اتجهت من ناميبيا الى ماليزيا
وده حضراتكم سمعتوه. لكن بكرة عندنا اذا احيانا ربنا حلقة دمها خفيف جدا، هقول لكم عليها في الاخر يا رب، بس ما انساش هقول لكم كده ملخص ليها، لانها حلقة ما حصلتش قبل كده، وحلقة جميلة وظريفة ودمها خفيف، مش خناقة، هي حلقة رياضة، لكن حلقة ممكن تبقى خناقة، بس حلقة من الوزن التقيل، فاهمين؟ حلقة من الوزن التقيل قوي قوي قوي، ان شاء الله هتكون معانا بكرة. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل ارجع معاكم للتفاصيل.